فكرت في اللي قلته لك يا هلال؟ ايه يا هلال بيه؟ انت بقيت اخوان بعد ما مشيوا ولا بقيت سلفي؟ لا ده ولا ده. امال مطول دقنك كده ليه؟ ابدا مكسر احلقها. 15 سنه في الوزاره واربع سنين قبلهم في الكليه، بحلقها كل يوم زهقت. هي الاستقاله بتاعت حضرتك اتقبلت؟ معرفش وما بسالش. المهم دلوقتي اديني عنوان معتز. معتز؟ طب ما تكلمه حضرتك وتاخد العنوان بنفسك. لو مش عايز تديهوني انا هاخده من مكتب الضباط. بس قول لي بما انك صاحبه اخباره ايه؟ وحكايه مراته دي وصلت لفين؟ انا اسف يا هلال بيه، لما تروح له بسأل. طيب كويس ان انا طمنت عليك وعلى باقي الزملاء، قصدي اللي كانوا زملاء. هلال بيه انا اسف، انت عارف قضيه معتز بيه معقده قد ايه؟ وفيها مفيهاش حاجه اطرق بيها. كل الحكايه انك لما بتخرج من الخدمه في الوزاره دي كانك ما دخلتهاش من الاول. سلام.